بنتي مختطفه ماشي مختفيه، بنتي راه مختطفه، بنتي تتمشى للمدرسه تجي للدار. كان كو كانت بنتي تهرب تلبس حوايج جدادين وتساك ديالها. ملي حطينا الشكايه قالوا لما هذه البنت راه زهريه لا لقيتيها حيه. تنطلب من خوتي المغاربه باش يساعدوني نلقى بنتي، انا راه ما باغي والو، لقانا هي بنتي لقاها. انا باغي بنتي كما كان الحال، يا مقتوله يا حيه يا عندها ولد يا حامله، يا كما كان الوضع بغيت بنتي نشوف. حول النفسية ديالنا ما بغيناهاش يعيشها شي واحد، ما نقولش المغاربة ولكن الأمهات ولا الآباء ديال العالم كامل. السلام عليكم خوتي مغاربة، إدريسي سعيد بوات الإدريسي شيماء. بنتي خرجات نهار جوج بشهر جوج مع الجوج مشات للمدرسة ما رجعاتش، ما عرفناش بنتي شنو عندها، باقي لي حتى اليوم 10 أيام ما عرفتش بنتي فين مشات، ما عندي عليها حتى شي خبر، ما عندي على بنتي. ديكلاري درت الاجراءات كاع اللي خاصها الدار، يعني احترمت كل شيء، ولكن لحد الساعه راه ما لقيتش بنتي، باقي ما لقيتش بنتي اليوم 10 ايام ما عندي عليها حتى شي خبر، ما جاتني حتى شي معلومه، ما مخاصمين مع بنتي، ما خرجت مقلقه ما غضبانه ما حتى شي حاجه، مشات فرحانه يعني غتمشي للمدرسه وغاديه تجي، ما رجعاتش بنتي اليوم 10 ايام. اخر مره كانت في المدرسه ما رجعاتش، خرجت مع الجوج ما رجعاتش لحد الان، اليوم 10 ايام. ما عندناش المشاكل في الدار حتى انا وامها، ماشي الا مع بنتي ما تنعيشوش الحمد لله المشاكل، ناس يعني فقراء ماشي نقول لك، ولكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى منزل علينا ديك القناعه هذه، ما تتمنى حتى شي حاجه نكونوا غير بخير. لهنا هو اللي تيهمنا، راه ما عندناش شي مشكل مع ولادي ولا مع مراتي ولا هادي، ما عندناش المشاكل. النفسيه مزيانه بنتي، ماشي خرجت ضاحكه فرحانه، قالت لما الماما دوري معايا، دورات مع ماما ومشات وقالت لها خلي لي الغدا، يعني كون كانت بنتي ترجع ما تقولش لماما خلي لي الغدا، ولا ما تخرج تخلي حوايجها جدادين وتمشي يعني باش ماكل المدرسه وغادي تجي. كان كون كانت بنتي تهرب تلبس حوايجها جدادين وتساك ديالها، يعني بزاف الحوايج عندها مهمين خلاتهم في الدار، ما دات حتى شي حاجه، هي الدفاتر ديالها وحوايجها عادي مشات تقرا وتجي بهم، هادشي اللي كاين. لا بالليل معمرات تعطلات، بالليل معمرات تعطلات، ولا بغات تخرج تتخرج هي وامها، تتخرج هي وامها، ما تتخرج بوحدها، ما تقولكش امشي عند صاحبتي ولا تجي عندي صاحبتي ولا، هادشي كاع ما كاين، كاع ما تنعيشو مع بنتي، يعني تنعرف بنتي تتمشي للمدرسه تتجي للدار، هادشي اللي تنعرف. درنا البحث عند البوليس، ديكلارينا عند البوليس، حطينا الشكايه في لاب بي جي بحي السلام، راه حاطين الشكايه ولكن ما كاين حتى شي حاجه. ملي حطينا الشكايه قالوا لما هذه البنت راه زهريه لا لقيتيها حيه، يعني انا ما فهمتش هاد الناس كيفاش يفكروا، ما فهمت مرا يعني بنتها مشات وتجي عندي نقول لها لا لقيتي بنتك حيه، يعني راه مستحيل. باش انا هكا خاصني ديك المرا نواسيها وهادي، ماشي نزيد نخلعها وهادي. من ديك النهار ملي سمعت المراه هاد الهضره والمراه راه لا حول ولا قوه الا بالله. الحول النفسيه ديالنا ما بغيناهاش يعيشها شي واحد، ما نقولش المغاربه ولكن الامهات ولا الاباء ديال العالم كامل، باش يكون ولدو وبنت ماشي تا ولد، بنت يعني ما تنعسو ما تناكلو ما تا شي حاجه، لا جا طلع علينا شي واحد راه تنتجمعو معاه ونجلسو، ملي تنبقاو بوحديتنا تنبقاو غير تنبكيو، انا في بيتو وهي في بيتو، عندنا بناتنا صغار وقارنا ولادنا وقارنا كلشي، عندنا بناتنا الصغار ما خاصهمش يشوفوا ولا ولاو عايشين معنا، هادشي بنت 5 سنين ولات عايشه معنا، هادشي تنطلب من خوتي المغاربه باش يساعدوني نلقى بنتي، انا راه ما باغي والو، لقانا هي بنتي لقاها، ما بغيت حتى شي حاجه، باغي هي بنتي كما كانت الاحوال، كما كانت بنتي بغيت نشوفها، بغيت بنتي تجي عندي، يعني ما بقاش عندي فين صبر، صبرت يعني ما في الكفايه 10 ايام راه صبرت، يعني ما بقيتش قادر نصبر الصراحه، ما بقيتش قادر نصبر، بغيت بنتي يعني بغيت الامن يخدم معايا شي شويه يعني ويديروا الواجب ولقى بنتي، حيت بنتي مختطفه ماشي مختفيه، بنتي راه مختطفه، كون كانت مختفيه كون راه لقاها الامن، بنتي مختطفه يعني شاده شي واحد سد عليها ولا قتلوها ولا الله اعلم ما عرفتش. انا باغي بنتي كما كان الحال، يا مقتوله يا حيه يا عندها ولد يا حامله، يا كما كان الوضع بغيت بنتي نشوفها، صافي هي بنتي انا با، هادشي اللي كاين.